طيب سامن، خلينا نسكر اي مواضيع جانبية ونبلش في درسنا تبع اليوم. تمام، يلا درسنا اليوم هو كيف اني انا اطلع الوسيط. كيف ما في صوت؟ ما في صوت؟ في صوت سارة؟ سارة الكل بيحكي ما في صوت. تمام، هلا كيف الصوت؟ هلا ثامن في صوت؟ هلا في صوت ثامن؟ تمام، يلا صباح الخير، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية. تمام، اليوم نبلش بدرسنا الجديد اللي هو درس الوسيط. درسنا الجديد اللي هو اليوم درس الوسيط. تمام، طيب الوسيط يا ثامن اني انا برضو رح اعطيك جدول فيه فئات وفي تكرار وبدنا نشوف كيف نطول من الوسيط. تمام، طيب امبارح احنا خلصنا درس المتوسط الحسابي واليوم بدنا ناخذ وسيط. طبعا السؤال نفسه، لو انا جبت لك جدول فيه فئات وفي تكرار نفس الجدول نقدر نطول عليه الوسيط ونقدر عليه المتوسط الحسابي. بس انا بدي اقول لكم هذا المثال، مثال معطيني هون فئات أجل ما في التكرار، ونركز منيح شو بدنا نعمل هلا. تمام، معطيني فئات من 50 إلى 59، من 60 إلى 69، من 70 إلى 79، من 80 إلى 89، من 90 إلى 99، ومن 100 إلى 109. شو تكرارهم هدول؟ شو التكرار اللي عندي هون يا ثامن؟ يلا صباح الورد يا دران. تكرار هون عندي 9 10 15 8 6 2. طيب لما اجي اطلع الوسيط يا ثامن شوفوا شو راح نسوي. لما نجي نطلع الوسيط، الكل معي ثامن؟ الكل معي مركز معي؟ أول إشي رح أعمله رح أنا أنشئ جدول جديد تاني، رح أنشئ جدول جديد. تمام؟ جدول رح أسميه الحدود الفعلية العليا، حدود فعلية عليا. تمام؟ مع هذا الجدول ايش حيكون؟ مع شيء اسمه تكرار تراكمي. شو اسمه؟ تكرار تراكمي. جدول لاسمه حدود فعلية عليا وجدول اسمه تكرار، طبعا هذول جدول مع بعض، تكرار تراكمي. تمام؟
تكرار تراكمي، هون نسميه حدود، حدود فعلية عليا. تمام، نركز مع بعض شو الحدود الفعلية العليا. شايفين مش حكينا الحد الفعلي الأدنى، يعني أنا أطرح من الحد الصغير نص والحد الفعلي الأعلى أزيد للحد الكبير نص، فأنا بدي أخذ هدول الحد الأعلى لكل فئة وأزيد لها نص، فبتصيرها اسم الحدود الفعلية العليا. تمام، بتصير 59.5، 69.5، 79.5، 89.5، 99.5، 109.5. لهون في مشاكل؟ لهون يا ثامن في حدا عنده مشكلة؟ أنا بعد ما لما أعطاني جدول فيه الفئات وفيه التكرار، لما طلب مني الوسيط رحت أنشأت جدول جديد اسمه في خانتين، الأولى الحدود الفعلية العليا والثانية اسمها التكرار التراكمي. الحدود الفعلية العليا أخذت كل حد أعلى من كل فئة، الحد الأعلى من كل فئة وزدت له نص، هذا هو الحد الفعلي الأعلى. التكرار التراكمي طلعت يعني مش الأولى 9، 9 زائد 10 شو بتصير؟ 9 زائد 10، 9 زائد 10 شو بتصير؟ 9 زائد 10 19، هذا هو التكرار التراكمي. يعني أنا أجمع كل تكرار مع بعض، 19 مع 15 شو بتصير؟ يعني أجمع هلا هدول الثلاثة، 19 مع 15 شو بتصير؟ 19. يلا بدي اجمع 19 هاي اللي عندي مع 15 شو بتصير؟ 34. 34 مع 8 42. 42 مع 6 8 42 مع 6 48، ممتاز. 48 مع 2 شو رح تصير؟ 50. هذا ال 50 هو مجموع كل التكرارات صح؟ شو هو 50؟ هاي مجموع كل التكرارات، بس لازم اعمل هاي الخطوة. هاي ال 50 هي مجموع تكرارات. طيب تكرار التراكمي كيف بنحسبه؟ بمسك اول واحدة كم؟ 9 بحطها، فاش بحكي 9 زائد 10 كم بتصير؟ 19. 19 بضيفها للي بعدها، 19 زائد 15 34، برجع 34 كم اللي بعدها؟ 8. 42. 42 كم اللي بعدها؟ 6. 48. 48 كم اللي بعدها؟ 2. صارت 50. وصلت؟ وصلت؟ اللي حدد مو فاهم كيف. سديل يا سديل وصلت؟ سديل فهمتيها كيف طلعناها؟ تمام. هلا ركز معي بالخطوة الثانية بدي اعملها. هلا كل اللي عملناه هذا ايش؟ كل اللي عملناه هذا الخطوة الأولى، كل اللي عملناه الخطوة كل هذا اللي عملناه يا تام الخطوة. هلا الخطوة الثانية، الخطوة الثانية بدي أطلع إشي اسمه رتبة الوسيط. بدنا نطلع إشي اسمه، هلا هذا الجدول كل اللي عملناه بدنا نسميه الخطوة الأولى. شو الخطوة الأولى من إني أخرج الوسيط؟ إني أعمل هذا الجدول. تمام؟ الخطوة الأولى إني أعمل الجدول. الخطوة الثانية إني أوجد إشي اسمه رتبة الوسيط. شو اسمه؟ رتبة كيف بوجد رتبة الوسيط؟ باجي بحكي مجموع التكرارات على 2،
هذا قانون. شو مين بحكي ما في صوت؟ بس ما في صوت يعني مشكلة من عندك، لأنه الباقي عنده صوت. مجموع التكرارات اللي هو كم؟ 50 على 2 ويساوي 25. هاي رتبة الوسيط، هذا مش الوسيط، هذا رتبته، هذا مش الوسيط، هذا مش الوسيط، هذا رتبة الوسيط، تمام؟ دائما مجموع التكرارات مقسمه على 2 بالشر، دائما. هذا قانون، رتبة الوسيط قانونه مجموع التكرارات على 2، تمام يا بشار؟ طب مش أنا طلعت معي رتبة الوسيط 25؟ طلع شو بدي أعمل فيها؟ بدي أرجع للجدول اللي أنا عملته، بدي أرجع للجدول اللي أنا عملته. الـ50 وين بتوقع؟ الـ25 عفوا اللي هي رتبة الوسيط وين بتوقع؟ وين بتوقع؟ بين ايش وايش؟ بين مين ومين؟ بين الـ19 والـ34. هلا انا مش رتبة الوسيط طلعت عن طريق مجموع التكرارات، معناته انا راح احطها بالجهه فيها تكرارات لانه لسه انا ما طلعت الوسيط. طيب مين اللي سالني عن رتبة الوسيط؟ نرغام. نرغام شو رتبة الوسيط؟ مجموع التكرارات تقسيم 2. شو مجموع التكرارات عندي؟ 50. 50 تقسيم 2 25، هي رتبة الوسيط. وصلت يا درغام؟ بس المشكلة بتكون من عندك، فأنت ما وعدتيني تحكي يعني شو نعمل؟ درغام وصلت كيف طلعنا رتبة الوسيط؟ تمام. هلا برجع الوسيط انا طلعته عن طريق التكرارات، انا لسه ما طلعت الوسيط، انا طلعت رتبة الوسيط، بدي اعمل لسه اشياء عشان اطلع الوسيط، تمام؟ رتبة الوسيط، الوسيط اجى وين؟ اجى بين الـ19 والـ34، صح؟ اجى بين الـ19 والـ34. هون راح احط 25 اللي هي شو؟ رتبة الوسيط، وبدالها من جهة تانية راح أحط قيمة اسمها سين. مين سين هاي؟ سين هاي الوسيط اللي أنا لسه ما طلعته. لهون في حدا مو فاهم لحد هاي الخطوة؟ أنا شو عملت بعد ما طلعت رتبة الوسيط؟ حطيت الوسيط في مكان هون، حطيت الجهة التانية المقابلة له سين، تمام؟ حطيت الجهة المقابلة له إيش؟ سين. هاي سين، تمام؟ طلع شو راح اعمل؟ شايفين رتبة الوسيط والسين؟ راح اخذ القيمة اللي فوقها والقيمة اللي تحتها، هذول هيك. راح اخذ القيمة اللي فوقها والقيمة اللي تحتها، وراح اروح انا انشئ جدول جديد. راح اروح انشئ هون جدول جديد. هيك. تمام؟ راح اقسمه لـ3. هون اللي هو رتبة الوسيط هون عندي كانت سين، صح؟ طب الـ25 يا مس وين بتوقع؟ الـ25 وين بتقع يا زينة؟ طيب برجع بعيد، مش أنا طلعت معي رتبة الوسيط 25، رحت اخترت وين الـ25 رح تكون؟ بين الـ19 والـ34. رحت حطيت هون الـ25 وهون بدل قدام الـ25 حطيت سين، والقيمة هاي 25 سين أخذت من فوقها سطر، يعني أخذت القيمة اللي فوقها واللي تحتها بدي أعملهم بجدول، تمام؟ بدي أعملهم بجدول. هون حتكون عندي 19 وهون 34، صح؟ والحدود الفعلية المقابلة لها شو هم؟ 69.5 و79.5. يلا تمام؟
الوسيط والقيمة اللي قدامه سين، واخذت القيمة اللي فوقها مع الحد الفعلي اللي فوقها والتكرار اللي فوقها والحد الفعلي اللي تحتها والتكرار اللي فعلها، يعني اخذت القيمتين اللي هي اخذت الاشياء اللي هي واقعة بينهم، اللي هي واقعة بينهم. شايفين هذا الجدول؟ شايفين هذا الجدول الصغير؟ هسه بدنا نعمل عليه زي نسبة وتناسب، بدنا نعمل عليه نسبة وتناسب. ركز معي كثير منيح شو بدي اسوي فيه، ركز معي منيح شو بدي اسوي فيه. بدي اعمل هون كسر وهون كسر، شو بدي اعمل؟ كسرين، تمام؟ ركز معي شو راح اعمل. الكسر اللي هون راح امسك س اطرحها من هون، وامسك 25 اطرحها من 19. شو راح اعمل؟ حاجة احكي هون س ناقص 69.5، وهون راح احكي 25 ناقص 19، تمام؟ لهون تمام؟ تمام يا ثامن؟ طب شو بدي احط في المقام؟ بدي احكي 79.5 ناقص 69.5، على 34 ناقص 19. الخطوة هاي مفهومة ولا اعيدها؟ اعيد خطوة الكسر. حاضر، بعد ما انا سويت يا ثامن هذا الجدول، رحت مسكت حكيت حطيت كسرين وبينهم مساواة، حطيت كسرين وبينهم مساواة، بالبسط هون حطيت س ناقص الحد الفعلي اللي فوقها، وال 25 ناقص ال 19 هالجهة التانية، تمام؟ وتحت المقام حطيت الحد الفعلي هذا اللي هون ناقص 69.5، وهون ناقص ال 34 ناقص 19. بس هيني عدتها. طيب طيب يا مس، حطيت كسر ساوي كسر، تمام؟ مسكت حكيت هون س ناقص 9 ناقص اللي فوق هاي، س ناقص 69.5، والجهة الثانية 25 ناقص اللي فوق اللي هو الوسيط ناقص 19، تمام؟ بعدين نزلت تحت بحكي 79.5 ناقص الأولى، يعني كل اللي تحت بدي أطرحه الأول وحدة، وهون ال 34 ناقص 19. وصلت يا ثامن؟ الجدول كثير حيسهل عليك، صح؟ هلا صارت عندي معادلة نسبة وتناسب، بدي احلها، بدي ابسط واحلها. س ناقص 69.5 رح تضلها س ناقص 69.5 على 79.5 ناقص 69.5، شو رح يعطيني الجواب؟ 79.5 ناقص 69.5 هيعطيني جواب، يلا 10، ممتاز. 10 تساوي 25 ناقص 19، 25 6 على 34 ناقص 19،
15 صح. يلا هلا نسبة تناسب لأضرب بار يلا يا تم طيب لا ما راح اضرب ضرب تبادل ركز معي شو بدي اعمل لما اضرب ضرب تبادلي رح تيجي ال 15 هون رح ارجع اقسم على 15 تمام؟ فقط اضرب لي هون 10 ب 6 تمام؟ فاهمين علي يا ثامن؟ يعني احكي لك شو بدي اعمل زي كاني لما يكون عندي معادله خطيه او معادله بدي اتخلص من العشرة كيف بتخلص من العشرة مش العشرة في المقام بضرب هون بالعشرة بضرب هون البسط في عشرة العشرة راحت مع العشرة صح شو ضل عندي هين سين ناقص 69.5 على لا هاي مش على خالص راحت س ناقص 69.5 بتساوي 60 على 15 تمام ثامن ولا اعيدكم اعيد لكم شو عملت لا اللي حكى ضرب تبادلي لا ما بدي اعمل ضرب تبادلي بس انا تخلصت من العشرة في المقام لانه انا عندي زي كانها معادلة خطية عندي س مجهول صح فعملت زي كأني تخلصت من العشرة ضربت هون بعشرة بعشرة راحت العشرة من هناك ضلت من هون طيب أعيد يا مس طيب أعيد يا صدام مش أنا وصلت لهاي الخطوة هون مش أنا وصلت لهون صدام مش أنا وصلت لخطوة س ناقص 69.5 على 10 تساوي 6 على 15 طيب صدام بدي اتخلص من العشرة اللي في المقام شو رح تعملي ضربت هون بعشرة ضربت هون بعشرة العشرة هاي مع العشرة هاي راح هتضل اللي هون ستة ضرب عشرة هي 60 على 15 وصلت يا صدام وصلت تمام هلا شو بدي اعمل اغيركم اللون طيب هسا بدي احل المعادله اللي عندي س ناقص 69 بتساوي 60 على 15 كم 4 زائد 69.5 حل معادله خطيه زائد 69.5 س تساوي 69 زيد عليها 4 73.5 هذا شو هو الوسط طبعا خطوات الحل شفتوها انتم كثير طويله لانه احنا اليوم بنشرح في اول مثال بكره زي متوسط الحسابي بكره لما نبلش نحل رح يكون الموضوع اسهل بكثير رح ارجع اعيد من اول شو عملت تمام شوف شو عملت اعطاني هو فئات واعطاني تكرار بس انت بتشوفيها كثيره بس لما هلا تمسكي السؤال ترجعي تحليه لحالك بتشوفيه مش كثير لانه كثير لانه احنا بنشرح مع بعض وبنوقف وبنسال
وصح وغلط ونعيد، فهمتي؟ بس لما تمسكي السؤال تحلي ما راح ياخذ معك 5 دقائق بالضبط. مس انت شايفتيه كثير، لكن انت يا مس حكيت لك لما انت تمسكيه تحليه لحالك، وانت يعني اخذ هون منه وقت كثير، لانه هي حصه انا عم بشرح فيها بالتفصيل وعم بعطيكي قوانين وعم بعطيكي طريقه حل. لكن انت لما تمسكي هلا لو ترجعي هلا تحلي نفس السؤال ما راح ياخذ اول مره، راح ياخذ منك وقت لانه انت لسه مش متعوده عليه، بس ثاني مره هتحسي كثير سهل، راح ياخذ منك 5 دقائق. بكره حتشوفي لما نحل السؤال او التدريب كيف ما راح نطول. طب اعيد لكم خطوات الحل. عملت انا جدولين، جدول حدود فعليه عليا وجدول تكرار تكرار. من الحدود الفعليه العليا اني اخذت الحدود الفعليه هذول العليا وزدت لهم نص. تكرار التراكم شو عملت فيه؟ اللي هي اول وحده باخذها 9، بعدين بزيد لها اللي وراها بتصير 19، بزيد اللي وراها بتصير وهكذا. تمام تمام. طيب بعدين شو عملت؟ رحت طلعت النص البسيط. كيف طلعتها؟ مجموع التكرارات قسمته على 2 طلع معي 25. رحت حطيت 25 وين؟ في مكانها بين 19 وال 34، وعملت قدامها قيمتين، اخذت هدول الثلاث قيم على جدول وعملت منهم جدول لحال. هذا الجدول اللي عملت منه معادله بالنسبه للتناسب، عملت هون س طرحتها من 69 على 79 طرحتها من 69، بعدين تساوي 25 طرحتها من 19 وال 34 رجعت طرحتها من 19. صار عندي معادله بالنسبه للتناسب. حليتها. كيف حليتها؟ تخلصت من المقام اللي هون، صارت عندي معادله خطيه وحليتها وطلعت معي قيمه الوسيط. الموضوع اخذ كثير وقت طويل لانه احنا عم نحل وعم نشرح وعم نحكي وعم نتناقش وعم نعيد، يعني عدنا لاكثر من حدا اكثر من مره، صح؟ عشان هيك الموضوع اخذ منه وقت. اما لما تحلوا لحالكم ما راح ياخذ وقت. هلا بكره لما نحل سؤال او تدريب جديد حتشوفوا انه ما راح ياخذ وقت. انا اللي بطلبه منكم هذا السؤال نفسه لما تفتح درس الوسيط، اول صفحه بدرس الوسيط ها مكتوب فئات الاجر والتكرار، ارجعوا حلوا، ارجعوا حلوا نفس هذا السؤال وخليه يطلع معكم نفس الواجب، خليه يطلع معكم نفس الجواب. شايفين؟ بورجيكم اياه هون على التليفون. شايفين هاي الصفحه درس الوسيط؟ شايفين مبين معكم؟ مبين معكم؟ مبين معاكم على التليفون لانه طلعت لكم اياه. شايفين درس الوسيط بدايته؟ تمام؟ خلاص إذا عندكم امتحانات ما في داعي للواجب، بكرة بنرجع نحل كمان تدريب، بكرة بعطيكم واجب لما نتمكن من الدرس، تمام؟ بكرة بعطيكم واجب لما نتمكن من الدرس، تمام؟ اللي بحب يرجع يعيد نفس السؤال يحله كمان مرة عشان يتمكن من الحل هو حر، واللي عنده ملحوق بالدرس